الخبر يجيبوا. وانا ابارك القانون هذا اللي باش نحكيو فيه، هاني اباركه من تو معنا. باهي باركو كمل الخليفه الشيباني. الموضوع الفني بالردع معنا. باهي نكملوا مع سي فاكر بوزغايا. سي فاكر قلت بانه وزير الداخليه توفيق شرف الدين تلقى هديه شخصيه تقدر قيمتها ب 100,000 دينار من وفد اجنبي ادى زياره لتونس منذ 7 أشهر، والسيد وزير الداخليه قرر انه يهدي ال 100,000 دينار هذوما لاعوان الامن. يقول القايل هبه تجي في شخص وزير الداخلية، مش نورمالمون سي فاكر تمشي لوزارة الداخلية هكا يقول البروتوكول والقانون ولا لا؟ ولا باهي خلينا نفسروا هذه بوليميك واللي هي معناتها مهم جدا. تغالط زاد كيما اللي نحكيو عليه باش يغالطوا الراي العام. هو بالعكس هو معناتها توا السيد وزير راهو الوزراء الكل يتلقاو هدايا في اطار معناتها تبادل ثنائي مع بين الدول. ساعات تجيهم راهو في وقت يستقبلوا بعضهم يقدموا لبعضهم هدايا، وهذا معمول به في البروتوكول اللي معناتها حتى تنجموا تسالوا وزاره الخارجيه راهو يقدموا فما هدايا، فما انواع فما هدايا هذه، فما هدايا تقعد لذمه الوزاره تبدا رمزيه. فما ساعات تجي هديه شخصيه، فما دول تحب ولا تكره، فما دول غنيه كما الدول الخليجيه. شكون الوفد الاجنبي؟ كي قلت وفد اجنبي نحكيو على اي دوله سي فاكر؟ ما تعطيك ما نجمش نقول لك، ينجم يكون الطرف الاخر ما يحبش يعطي تفاصيل، اما هي راهي معموله دوله خليجيه معناها، هذا اللي فهمته انا من كلامك. دوله خليجيه واضحه. هذوما وزراء يستقبلوا بعضهم، يعطيو كادو بعضهم عاديه، هذه معمول في دول العالم الكل مش كان في تونس، ووزراء اخرين سلموا زاد هدايا. هذا معناتها كي جاء صرح بها معناتها وزير الداخليه ولا مطلوب اللي هو هو لهنا 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 متفاهمين معاك راهو سي فاكر بانه فما فلوس وتعطات حتى هبات باكثر برشا من 100,000 دينار، لكن احنا سؤالنا هو هل من حق السيد وزير هدية شخصية اللي هو اما كي جاء يشوف في قيمتها لقاها قيمتها غالية برشا تقدر بقرابة 100,000 دينار. يعني قيمة الهدية مش 100,000 دينار. قيمة الهدية هي هدية معناتها مونجيلا. الهدية هي مونجيلا سي فاكر، واضح معناها أنا مش نقول النوع نتاعها. دونك هو هنا كي لقاها قيمة برشا وما نجمش يرفضها، راهو كي أنت يجيك أمير ولا وزير معناتها تاع دولة هي مدتك كادو وفي إطار رسمي، بخلاف معناتها الهدايا اللي نتاع الوزاره اللي يقعدوا هذوك الرمزيه أيوة. والهدايا اللي يقعدوا الوزاره عادي يبدا يمد لك وللحضور الكل زاد مدهم راهو مش كان وزير الداخليه اللي هو اي بروتوكولهم يعطيهم نقل للناس الكل، ما الاسوام نتاعهم تفرق حسب الصفات، وهذا في البروتوكول نتاعهم العادي مع البلدان الكل مش كان معنا. اي دونك سيد الوزير كي وراي الهدايا الوحيده اللي جاته معناتها من الفتره اللي شد فيها هدايا معناتها، دونك شاف قيمتها كبيره قال لا انا مانيش باش نروح بها لداري، وهي هذه شخصيه ما ديالو معناتها ما نجمش نقول له لا ما تجيش. دونك قال هذه باهي عمل فيها محضر جلسه في الوزاره الداخليه وقال لهم انا راني باش نتبرع بها للوزاره وتخلوها على ذمه انسان امني على ذمه زميل قام بالضحيه والعمل الجليل اللي فات الوطن. واضح لهنا توضيح مهم جدا سي فاكر، يعني وزير الداخليه تلقى هديه ساعه ثمينه كيف قيمها ولقاها 100,000 دينار، عمل محضر جلسه وقرر انه يهديها لعون امن في المستشفى. يظل اوضح برشا التصوير من 100 مليون واعطاهم العون امن هكا يظل يفهمنا بربي كلمه.